إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فميزهم فمنهم شقي وسعيد ومنهم غوي ورشيد ومنهم المؤمن منهم الفاجر ومنهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم المعاند. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ليعلم من صدق ومن كذب في قوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى للناس بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأعنا يا مولانا على أن نهتدي بهديك وأن نستن بسنة حبيبك ومصطفاك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجزء 17 من خلق الصبر. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل والنية والاعتقاد والحال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وسلم تسليما كثيرا، آمين. أخ الإسلام، أخت الإسلام، ثمرات الصبر كثيرة ومتعددة، نتابع سردها وبإذن الله وعلى شكل سؤال وجواب، ونرجو الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في كل أمورنا. أجل، أتحب يا أخي ويا أختاه أن يتحقق لك الإيمان؟ إذ الإيمان قول وعمل وحال واعتقاد وتصديق بالجوارح. فاصبر واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى: الإيمان الصبر والسماحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان. أتحب يا أخي 23 أتحب يا أخي أن يتحقق لك الإخبات أو الخضوع، والإخبات في اللغة وهو الخضوع، الخضوع والخنوع لله رب العالمين. فاصبر وتدبر قول ربنا جل وعلا: وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 24 أتحب يا أخي أن يتحقق لك الصدق مع الله والتقوى؟ فاصبر وتذكر قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 25
أتحب يا أخي ويا أختاه أن يمكنك الله عز وجل في الأرض؟ فاصبر. يقول تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي هم مغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحبتي الأفاضل، للصبر ثمرات كثيرة. سأقف بإذن الله عز وجل عند هذا الحد، على هذا عند هذا الحد، إلى حين أن نستأنف ما تبقى منها، وباختصار شديد وفي أجزاء مقبلة بإذن الله. وإلى ذلكم الحين أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهدون بأمرهم، بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين ومن الصابرين المحتسبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.